وعدة سيدي عبد القادر الجلالي المسماة بوعدة الحامض بولاية غليزان هي مناسبة اعتاد سكان المنطقة على إحيائها مرة كل سنة لاستقطابها لجموع غفيرة قصد مشاهدة عروض الخيام. كل عام يديروا هذه المناسبة وعدة الحامض يتلاقوا فيها والحمد لله راهي جايه مليحة جايه. أيوا الفضل يجعل المنطقة هذه من بكري كانوا يديروها هذه أيوا وقطعوها سنين وعاودوا حياوها راهم كل عام يديروها كيما هكا. هاي هو الفرس راهم جايين من كل البلاد من وهر من غليزان من استغالي. وهنايا كاين الحصان الزرق هنا كاين السرج. السرج يتكون من ثلاثة صوالح، كاين الراس وكاين الدير وكاين الستارة وكاين اللباس، كاين البرنوس كاين الكلاح وكاين الخف، كاين سروتها كما نقولوا احنا سروتها العرب. كما تعد هذه الوعدة فرصة للتعارف والتقاء الأحبة ومجمع للصلح بين المتخاصمين. الروسية والمدائح عند الشيوخ وفيها قوم الصلح ما بين الناس وما بين الأحباب. وتبقى مثل هذه المناسبات فرصة لالتقاء هواة الفانتازيا والخيول العربية الأصيلة التي تجلب إليها الآلاف من المتتبعين من أجل إمتاع الوافدين إليها بأقوال مأثورة ممزوجة بنغمات البارود. أولها